ما درتش الواجب نتاعي، ما ديتش الحق نتاعي. راه الاب المجاهد كان يتكلم منذ قليل وذكرنا بجيل 54. اغتنموا هذه السانحه في نصف دقيقه. نعم. ربما كثير منكم سيغادر بعد قليل. المحاضره نتاعي الاساس نتاعها ان الامام عليه ان يعلم الناس ان تقديم الواجبات مقدم على الحقوق. والجزائر في ايامها الحالكات. الذين اشعلوا النور فيها انما قدموا الحقوق، قدموا الواجبات على الحقوق. والصحيفه مليانه. ماذا اخذ بن بلعيك؟ ماذا اخذ عميروش؟ ماذا اخذ بن مهيدي؟ ماذا اخذ اللطفي؟ قدموا الواجب كاملا ولم ياخذوا شيء. محاضره تعيش مع الذين يخرجوا مدارها على تقديم الواجب ثم نطالب بالحق. الجزائر اليوم تطلب من جميع أبنائها على مختلف مستوياتهم قدموا الواجبات وأخروا الحقوق. ما قاله الشيخ نور الدين العلاي، الشيخ لمن لا يعرفه هو هو نجله الرائد مولاي إبراهيم، مولاي عبد الوهاب إبراهيم، قائد المنطقة الخامسة بالولاية، قائد المنطقة الثالثة بالولاية الخامسة.